بدينا او حبينا نتبع تاريخ القبه من مع ظهور الانسان، يعني مع التعامل الانسان مع البيئه اللي كانت الشكل الحجري الاول اللي اكتشفه الانسان. اختيار دائما باستخدام الاداه ما يكون مقصود، دائما هي عفوي. التعامل مع مواد البيئه اكتشفت ان في اداه تعبير بالنسبه لي قويه جدا، فهذا اللي دفعني للتعامل مع البيئه، اللي هو بعدين استخدامات في البيئه، استخدامات اللي ما دخلت عليها طابع التصنيع او طابع الكيميكال او الاضافات. الاعمال اللي مثل ما ذكرت قبل شوي اللي موجوده على او اللي تنتج على جسد الارض اعمال تحتاج من المشاهد مثل ما قلت يتعامل فيها كل شيء، وفي نفس الوقت انه يعطيها كامل الحريه وكامل الوقت للتمتع فيها. وممكن يروح يشوف المعرض او يشوف العمل على جسد الارض بدون تأنق، يعني اللي صارت القرية لازم يتأنق عشان يشوف العمل الفني. فبعمل الفني اللي على جسد الارض لازم يعني ممكن يتخلص من التأنق، يتخلص من المشروع، ممكن يطلع بيكنيك او نزهه لمشاهده العمل الفني. فهي دائما فيها رساله، يعني فانا يعني ما اعرف شو توقع المشاهد الا بعد ما يقرا الرساله من خلال الصور. والعمل متاح الحين خاصه في الوقت الحاضر، الامكانيات التقنيه موجوده، ممكن من احداثيات المكان يقدر يذهب ويشاهد موقع العمل بنفسه.